خلص فيما يتعلق بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى ومعذرة على. وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خطاكم. السؤال من أصله غير وارد علي، لأنه رأيي فهم خطأ. أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام أنه يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا. شيخنا. نعم. هو ما يقول إن هذا قولك، ولكن يقول هذا إشكالا على قولي. لا، هو الإشكال قائم على هذا الفهم. إيه طبعا صحيح. صحيح. على يعني كفاهم، لكن هو السؤال ليس هكذا. ها هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة، أو لا يعلم شيء من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ثم به فلا تختلف عليه. وهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام. وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في السورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عاد اتباع السنة وصلاته على السنة، فهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عاد فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها أم هي على شفا جرف هار لأنه لا دليل عليها يلزم المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فمن أصله الوارد، وأظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوجه. في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم،
إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا إلا. إذا شئت أغلق الشيء اسمه فأبحث الموضوع بكل كما يقول عندنا بالشام صوت أحمدي كل صلاح وحرية. أغلب الأئمة من المالكية فهم بصلاتهم يسدلون أيديهم ومخالفين للسنة في كثير من صلاتهم. أغلب الصلاة مخالفون في هذا السنة وعندنا كذلك نتبعهم نحن. كيف هذا سؤال خطأ؟ هذا السؤال خطأ. هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس لهم بالسنة. لا، الانطلاق من هنا خطأ. يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف اتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم مكلف. سواء أخطأ أم أصاب. الآن ها كل ما لا المسألة تضيق عليه فانتبه. سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يتابع فيما أخطأ. فيما أصاب أو أخطأ خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابعه فيما أخطأ؟ لأنه مقتدي بالإمام. لكن ما أخطأ؟ الراحة تكون كما لا أخطأك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد. قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. انت قلت انه ما احد من العلماء يعني قال بهذا القول. الحقيقة أنا بقول أنه ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام لكن ألباني يقوله. لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية. الأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. لكن الشافعي بيقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا نحن منقول بقول الحنفية إلى حد ما أن يقولوا ما في صلاة، لكن ما حشروا هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة، والرقمين دون تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة. لكن ما حدا قال ستة، لكن أنا بقول ستة. لكن أنا المقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، كثيرا ما يقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي تشهد، قالوا له سبحان الله شي رجع وشي ما رجع وشي بيقول ما بيجوز يرجع
عفوا ما هي السورة تبع التشهد الوسط، بيقولوا بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به. كثيرا ما يقع الآن خلاف، الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا له سبحان الله، شيء رجع وشيء ما رجع وشي بيقول ما بيجوز يرجع. عفوا ما هي الصورة تبع التشهد الوسط، بيقولوا بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ قال انه انتقل من ركن الى ركن. نعم عطس اخوانك محمد الله يرحمك الله. الشاهد نحن نقول انه هذه الحوادث لو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي امامنا والسلف الصالح هم قدوتنا. الرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحي من الله إليه هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقعت بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمن الفاسد، لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم بلا شك علماء كبار. في صحيح البخاري ما نذهب بكم بعيدا أن رجلا من الولاة لعله كان في الكوفة، الوليد بن عقبة الكوفة صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. اليوم بناء على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني ويظن أنه لا يقول بها أحد، إذا رأينا الإمام صلى 4 ركعات صلاة الفجر شو بنساوي نحن؟ منتابعه كواقع كثقافة عامة، نتابعه ولا ننوي المفارقة؟ لا نتابعه طبعا، لأنه معلوم يعني يقينا صلاة الفجر ركعتين، قام يا أخي صلى ركعتين والله سهيان صاحب الرابع ما بعدها كمان ما انتهت المشكلة. بعد ما صلى 4 ركعات وسلم قال لهم أزيدكم؟ تتصور وقوع هيك حادث اليوم؟ انا ما بتصور. ما احد اعاد هذه الصلاة وما اكتم من حقيقة. ممكن بعض الناس بيروح على البيت وبعيد الصلاة، ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول حينما قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، في رواية أخرى فلا تختلفوا عليه، يريد بهذا طمس معالي الفتنة قد تقع من جراء مخالفة الإمام. فالرسول عليه السلام كما تعلمنا منه في غير هذه الحادثة
يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام، منها هذا الحديث، فلا تختلفوا عليه. كيف يا أخي هو بيصلي هيك؟ والله أنا صليت وراء بعض أئمة في السعودية حيث أنتقده، حيث يضع يديه بعد رفع الرأس من الركوع على الصدر. أنا أقول هذه بدعة وقد فعلتها، تصدق ولا ما تصدق كيفك؟ تصدق. أنا فعلت هذا مندفعا وراء القاعدة، أعتقد أن هذا عالم فاضل وأنه يسعى وراء معرفة الحق مثلي أو ربما أحسن مني، فأنا ما بهدر قيمة اقتدائي به في جزئي من هذه الجزئيات. أنا بتابعه ليس لأنه هو على صواب في هذا، هو كما قلت أنت تتبعه وهو مخطئ. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام يؤتم به. ثم لو هؤلاء الأئمة الذين أنت تشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية، ترى ما عاقبتها؟ أهي أن يقتلبوا منكم أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة في هذه الجزئية أنها تجلب. نعم، ينقصهم. نعم هذا صحيح، لكن نحن الآن نتباحث لنبين أن السنة كما قال عليه السلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. في الحديث الآخر: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا القضية يجب أن تبحث كقاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعدين ما بيهمنا نحن نستسلم لنتائجها ما دام الأصل صحيح، فما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد. يكفي شيخ. أربع أسئلة ما شاء الله. شو رأيك؟ أنا بأخذ برأيك شيخنا. محمد أفقار شيخنا، هذه خطأ.